السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق فريق النصر السعودي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة ان تضغط اعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة 11 من بطولة دوري روشن السعودي التي ستجمع بين فريقي النصر السعودي والفيحاء السعودي في المباراة المهمة التي يسعى بها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث. يسعى فيها فريق النصر من أجل الفوز ومحاولة المنافسة على دوري روشن السعودي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لهذه المباراة، وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة، حيث سننقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق النصر السعودي في مباريات الجولة 11 من بطولة دوري روشن السعودي التي ستقام في ملعب المدينة المجمعة معقل فريق الفيحاء، وستذاع عبر شبكة القنوات السعودية في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذه المباراة المهمة التي تجمع بين فريقي النصر والفيحاء يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، حيث يقدم الفريقين مستويات جيدة في الدوري المحلي هذا الموسم، وخاصة بعد الصفقات التي أجراها الفريقين في فترة الانتقالات الصيفية. يحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق الفيحاء المركز الثامن برصيد 14 نقطة. مباراة على الأوراق في متناول فريق النصر، يستطيع كلا الفريقين تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث. استعدوا الآن، ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر القطري المفتوح سيلسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة، وعبر قمر نيلسات عبر القنوات المدفوعة مسبقا. ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتقوم بتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر لهذه المباراة. فتابعوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.